الآن ميدان التحرير، ميداننا الجميل، موجود فيه إبراهيم عزت. أهلا بيك يا إبراهيم، وإيه الأخبار في ميدان التحرير؟ شكرا جزيلا شادي، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. يظل الوضع هنا طبيعيا ومستقرا وهادئا، حركه المرور تعمل بشكلها الطبيعي. وان كنا نتحدث عن الميدان الاشهر والابرز كما ذكرت هنا في يعني وسط العاصمه وبيربط العديد من الميادين، ولكن دعنا ان تكون الصوره التي تاتيكم على الهواء مباشره هي عنوان لحديثنا الان على الهواء مباشره. إذا نستطلع مع حضراتكم يعني أجواء الميدان الآن على الهواء مباشرة كما ترون مشاهدينا الكرام، حركة المرور والإشارات التي تعمل بصورتها الطبيعية، وكذلك المارين الذين يعني يتجولون أو ربما ينهون عملهم في الأماكن القريبة هنا، بحكم أن هذا الميدان بيحوي عدد كبير من الشركات السياحية أو عدد كبير من المؤسسات أيضا يعني كما تعلمون. الطرق المؤدية وتحديدا إن كنا نتحدث عن ميدان طلعت حرب أو ميدان الأوبرا أو ميدان العتبة أيضا أو باب اللؤ، كل هذه الميادين بتعمل بصورتها الطبيعية. وأيضا إذا تحدثنا شادي عن حركة مترو الأنفاق والمحطات الأقرب لهذه المنطقة، إن كنا نتحدث بشكل خاص عن محطة مترو أنور السادات أو جمال عبد الناصر، أيضا بتعمل بصورتها الطبيعية، لم يتم غلق ربما أي من المداخل أو المخارج. وبحكم المواعيد التي وضعت قبل سنوات من الآن في هذا الفصل، يبدأ المترو في العمل في تمام 5:20 صباحا وينهي عمله في 1 من صباح اليوم التالي، ويبقى الوضع كما ذكرت هو طبيعيا جدا هنا بكل ما تحمله الكلمة في ميدان التحرير. الآن الكلمة تعود مرة أخرى إليك زميلي العزيز شادي بالاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا إبراهيم عز.